Anna, je veux féliciter le petit, voilà, le garçon qui a réussi, qui a eu son bac avec 20,15, voilà, 25% de réussite. Je le félicite. On est mal en câble personnellement. منحبش دينيغري هو لي زيفور نتاعو اللي يعملها متبارك الله عليه ويعطيه الصحه وكل شيء. حبيت جوس نعرف لي زوبسيون اللي خذاهم واللي وصل باش وصل الموين نتاعو اكثر من 20%. ونحب حاجه بركه بربي يفسروا الراي العام الكل كيفاش السيد هذا خذا فيرغول 20 فيرغول كيلكو شوز معناها في الموين نتاعو، خاطر راه مش ناس كل تفهم، ناس كل تحب تعرف. يقول لك واحد يعدي الباك معناها ما نجمش يوصل 17، لو ماكس يوصل 17. احنا دون لو طون وقت اللي خذينا الباك عام 90 كي ناخذ الباك نمشيو بورقيبه سكول ومن بعد نمشيو نقراو لبرا، وكل يجيب 17 هذاك يتسمى باغمي لي زيليت في اما هذا فات ال 20% معناها هذا ستانجيني ميسيلش. يجي نوروا العباد ونقولوا لهم راهو انا شوي تو تافي داكوغ راهو ينجم ياخوهم ال 20 ولا اكثر من ال 20 نتاعو، اما سولون لي زوبسيون اللي هو خذاهم. وابارامون السيد هذا عامل دوبسيون لونغ والا دوتر ماتيير اللي هو اليزا اجوتي، وتبارك الله عليه. وانا فيليسيت معناها ولاد بلادي ونفرح بهم برشا، اما ميسيلش كيما انا شوي كومبريهونسيف نحب العباد الكل هذوما الكل يفهم، خاطر راه مش ناس الكل يفهم. وكان عندك سؤال ميسيلش تفضل اساله لي. كنا نحكي توا قلت لي برشا كفاءات معناها خذاو معادله باهين وخرجوا لبرا قراوا الكل، كيما هذا ديجا باش يخلط عليهم تقريه تونس لبرا في بلاد اخرى وتصرف عليه والكل، ومن بعد كالعاده تستغلوا بلاد اخرى خاطر مش باش يرجع لتونس. شنو رايك؟ والله سي با ايفيدون ينجموا يرجعوا لتونس هما توا جينيرالمون. لا هو شوف راه هي سي حاجه قناعه شخصيه، سي حاجه تخصه هو ينجم يرجع او تخرجوا، اما ينجم هو يحب الى لونفي باش يرجع لتونس، اما هما ما يخليهوش باش يرجع ولا يقعد ما يرجعش. و جو سوي ان با معناها انا باغمي العباد اللي حابه ترجع لتونس وتخدم بلادها وقعدوا يخدموا لبرا، انا جو سوي ان باغمي هالعباد هذوما، قعدت نخدم لبرا، انا نجي لتونس وليت فاكونس تو، انا شوي توريست في تونس. علاش؟ ما عطاونيش لوكازيون باش نخدم في بلادي، حبوني نقعد نخدم لبرا، قعدت نجي توريست ونجي نشوف، انا توا توريست راه في تونس اونت بارونتيز. لي زوبورتينيتي اللي تلقاهم لبرا ما تلقاهمش في تونس، ما تلقاهاش في تونس راه. تعرف شنيا الانسان اللي عنده في مخه وعنده في دماغه ما يحبوهوش يقعد، مش هو ما يحبش، هو مسكين، هو زويلي، هو قرا على روحه ونجح، حب يرجع يخدم بلاده، هما ما حبوهوش. والله ما يحبوهوش. تعرف شنو يحبوه؟ يحبوا كل اللي يقول له اعطيني بربي خنيك، اعطيني خل نشرب، اعطيني كذا. اما الانسان اسمع، الانسان اللي عنده في مخه ما يحبوهوش يعيش في البلاد هذه. انا جو سوي parmi اسمعني، انا جو سوي parmi لي كادر اللي انا قريت في، انا خذيت باك عام 94، انا خذيت اقوى باك صارت في عهد بن علي عام 94، اقوى باك ليتر خذيتها انا عامل 12 ans après mon bac راه، وقريت في كيبيك في يونيفرسيتي دو لافال. انا كنت نعيش في كندا راه، نعيش في كندا وجيت لهنا نشوف البلاد كيفاش. انا عامل 12 ans après mon bac وميخو باكي عام 94 ونعيش في كندا ونعيش في بلادي ونجي اما مالوغوزمون ما يحبوش لي كومبيتونس في البلاد، ما يحبوش. يضحكوا عليه عنده 20.15 ينجم ياخو 21%. لو جاي الي انتيليجون، الا بيان شوازي سي اوبسيون، الا ريوسي سون باك، اون فيليسيت سي بون. ونحن نعملوا لي سويفي من بعد خلينا نشوفوه ميسيل شون فيليسيت توا بور لو مومون، ومن بعد نشوفوه من بعد اش باش يعمل ابخي سون باك 20 كيلكو شوز، نشوفوه اش باش يعمل من بعد. احنا ميسيلش خلينا نعطيه لا شونس باش نتبعوه. علاش احنا اون دينيغ الكفاءات هذيا ولي كومبيتونس ودرجون؟
علاش خاطر مالوغوزمون هاكا صاير تو في البلاد جوست خاطر لي كومبيتونس الكل قاعده في القهاوي بطاله قاعدين شادين البيره يسكروا يتحايلوا يحرقوا يحرقوا. انا عندي صاحبي ميتريزور عندي صحافي زميلكم دون لو تون يا يو سون ميتريز في الصحافه في اسمها نو في مونفلوري حرق يخدم في بيتزاري في ايطاليا اليوم من هذا كان يكتب في جريده البيان دون لو تون نحكي لك راه حكايه كيما علاش خاطر سي ان كومبيتون يا با يو شاسونج ها قاعدين نعيشوا فيها ويحبوا